بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الفرح في الكنيسة الاولى، على قد ما الكنيسة الاولى مليانة الام على قد ما هي مليانة فرح. يعني سفر الاعمال ممكن ناخده بحثا عن الفرح، عمال يشوف الفرح، ناس كلها فرحان، في الام في اضطهاد في سجن في موت، انما الناس برضو فرحان. فنشوف ازاي الكنيسة لما تبقى ممتلئة بالروح تبقى فرحان، ازاي لو احنا عشنا زي الكنيسة زمان هنبقى فرحانين فعلا. اول نوع من الفرح نسميه فرح قبول الكلمة، يقول في اعمال 2 فقبلوا كلامه بفرح، ده اعمال 2 دي وعظة بطرس، واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. ومثلا في اعمال 15 يقول لما قرأوها الرسالة فرحوا لسبب التعزية، مجرد قروا الرسالة دي فرحوا قوي بسبب التعزية. الرسالة دي كانت مبعوثة من الرسل في مجمع أورشليم على يد بولس وسيلة للجماعة في أنطاكيا عشان يحسموا موقف التهود وقضية الختان والحتة دي، جاي لهم كلام من الآباء الرسل فرحوا قوي بيه. نوع ثالث يقول في أعمال 15 بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. يعني في فرحة في الكنيسة أن الناس تقبل كلمة ربنا، أنك تسمع عن واحد اتأثر بكلام ربنا وجه الكنيسة، واحد دخل الإيمان، الناس كانت بعيدة وقربت لربنا، دي فرحة. فرحة دي واضحة قوي في سفر الأعمال، لأنه كل يوم في ناس بتدخل، كل يوم ناس بتقبل، فطبعا ده مبهج جدا. الفرح ده نقدر نقول النوع ده من الفرح ممثل في ثلاث حاجات مهمة، التوبة والإيمان والروح القدس. يعني ايه؟ يعني التوبة مفرحة لصاحبها وللي حواليه دايما كده، توبة اي شخص مبهجة جدا لصاحبها والكل اللي حواليه. يعني يوم ما رجع الابن الدار، ابن الدار كان فرحان جدا، الاب كان فرحان، الخدام كانوا فرحانين، السماء كلها فرحت. فده جو الكنيسه لما يبقى شخص بعيد قوي عن ربنا ويرجع تايب، وتبقى عارف ان ده مثلا باع الايمان ورجع بعد كده وشايفه بيتناول بعد ما تاب ورجع، قد ايه الواحد يبقى فرحان. ده فرح الكلمه او فرح التوبه. كمان كون شخص ما كانش مؤمن وبقى مؤمن ده شيء مفرح جدا، ده فرح قبول الكلمة، ان الكلمة دخلت قلب انسان وغيرت فيه وصدق في ربنا، دي ليها بركتها. عشان كده المعمودية مثلا مبهجة ليه؟ بس لانه ده شخص انضم للملكوت، شخص اتكتب اسمه في سفر الحياة، عندنا طقس جميل اسمه زفة المعمدين، المفروض الكنيسة كلها تحضره، الناس بتمشي، انما هو في الطقس المفروض كل كنيسة تشترك في الاحتفال بالشخص المعمد، وكانوا زمان بيبقوا كبار، دلوقتي الكبار ما بيتعمل لهمش زفات عشان القلق بس، لكن يعني هو ده المفروض. ليه؟ لان ليها بهجتها انه الرب يضم للكنيسة الذين يخلصون. هنا تعزية الروح القدس، يقول بتعزية الروح القدس كانت تتكاثر الكنيسة. يعني ايه؟ يعني مع كلمة ربنا لما الكلمة تشتغل كتير، اللي بعيد يتوب، اللي مش مؤمن يؤمن، والناس كلها تتعمد او تعترف وتتوب، ده كله يعمل ايه؟ يخلي الروح القدس بيعزي الكل، فتلاقي الفرح الموجود فرح روحي. الفرح الموجود ده مش فرح غنى مادي مثلا، مش فرح مشاكل اتحلت، مش فرح امراض خفت، لا، الحاجات دي ما كانتش سر فرح الكنيسة، في مرضى وفي تعب وفي اضطهاد وفي ضيق، انما في فرح روحي، في تعزية. تعزية الروح القدس واضحة جدا في سفر الاعمال. ثاني نوع من الفرح نسميه فرح الكرازة. طب ما هو هو، لا مش هو هو. فرح قبول الكلمة يعني لما الناس تقبل، ده مبهج للكنيسة كلها، تقبل فتوب أو تؤمن أو كده. لكن كمان الكرازة نفسها كونها بتتسع، ده مفرح جدا. تقول في إيه؟ يقول في أعمال 11 الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. ده برنابا لما كان بيلف كده لقى ناس مؤمنين في بلد ما كانش يتوقعها خالص،
فبقى فرحان جدا انه في ناس كده عرفت المسيح من قبل ما نعرف. على فكرة الناس انتشرت من يوم الخمسين. يوم الخمسين كان ربنا مرتب ان الناس من كل البلاد موجودين، 3000 دول ما كانوش من بلد واحد، وتقريبا 14 لغة، يعني 14 مكان في العالم على الاقل رجعوا الناس بلادهم. فأصبح في ناس بيكرزوا من قبل الاباء الرسل في كل حتة في الدنيا، حتى روما نفسها. يعني لما بولس وصل روما لقى مسيحيين، ما كانش اول واحد يبشر، انتشر، ما كانش اول واحد يبشر. ليه؟ من يوم الخمسين الحكاية انتشرت بسرعة. لكن طبعا الكنائس الرسولية، يعني مين بقى الرسول المسؤول؟ هي دي اللي خلت نقول مثلا روما كنيسة رسولية اسكندرية. لكن في قبل بولس كان في بشارة. فعملت ماشي، يقول لما صعد من الماء خطف روح الرب في لبس، فلم يبصروا الخصية ايضا وذهب في طريقه فرحا. هما الاثنين مشوا فرحانين. الوزير رجع بلده فرحان جدا انه بقى مسيحي، نعمة ما كانش توقعها. وفي لبس فرحان قوي ان الحبشة رايح لها واحد كانش في الحزبان خالص، وزير يعني كمان مش حاجة قليلة، ممكن يبقى له تأثير وممكن يكرس في الحبشة. هنا الفرح بالكرازة. لما نسمع مثلا أنبا أنطونيوس مرقس يقعد يحكي لنا عن جنوب أفريقيا، شيء مفرح. مين يقول الزنوج اللي في آخر العالم دول يبقوا أباط ومسيحيين؟ حاجة مفرحة جدا. لما تسمعوا عن بلاد تانية مثلا بيكرزوا فيها أبائنا، يعني تستغرب البلاد دي. أنا قابلت في أستراليا كاهن أساسا من شرق آسيا، وشه من الجماعة الصينيين، كاهن صيني قبطي، صيني قبطي. دي يعني كنتش فاهمها في الاول، قعدت كده مبرق له شويه، يعني بيتكلم عربي مكسر ودمه خفيف قوي. انما هو كاهن صيني، يعني هو صيني جنسيه اساسا، لكن اصبح قبطي ارثوذكس بيخدم هناك. ذهب في طريقه فرحا. انتشار الكرازه مبهج في الكنيسه، انه ازاي الاباء الرسل شايفين كل بلد بيدخلها الايمان بالرغم من التحديات والإحباطات والضرب والخبط ده، لكن في ناس بتصدق ربنا وفي ناس بتموت عشانه، شيء مفرح. يقول لما سمع الأمم ذلك، أعمال 13، كانوا يفرحون ويمجدون الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. الأمم نفسهم دخلتهم كانت مفرحة جدا في سفر الأعمال. لأنه الآباء الرسل نفسهم لغاية صعود المسيح ما كانوش مستوعبين حكاية انه الكرازة هتبقى للعالم كله، مع ان ربنا يسوع قال لهم اذهبوا وكرزوا العالم اجمع، وقال لهم ايه؟ قال لهم تكونوا لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة واقصى الارض. يبدو ان هم كان في حاجات بيطن، يعني ايه بيسمعوها ويطن، يعني مش فاهمينها ايه اقصى الارض يعني، او في العالم اجمع. ما عشان كده وقت لما بطرس دخل لكورنيليوس، في الاول كانت ازمة، وبعدين لما بطرس قال له طب انا اعمل الروح القدس حل، هقول له لا عاوز الجماعة دول، فبقوا فرحانين قوي. يعني بقوا كلهم يسألوا الامم ينفع يبقوا مسيحيين؟ ينفع. ولما بولس رجع بقى من لفة اوروبا واسيا دي، يقول للاباء الرسل عن الاخبار بتاعت اسيا الصغرى وبلاد كتيرة قوي قبلت الايمان، بقوا فرحانين جدا. هنا فرح الكرازة، يعني حاجة حتى فوق خيالهم وفوق عقلهم. بلاد وثنية كلها تماثيل، أبعد ما تكون عن الإيمان في نظر اليهود، دول نجسين ودول ودول ودول، يبقوا مسيحيين زينا ويبقوا كده بيتناولوا زينا، حاجة مفرحة. فرح الكرازة ده بينصب في 3 أبعاد. يعني ليه الناس بتفرح بالكرازة؟ أولا الكرازة خلاص نفوس. يعني إيه؟ ما هو كل شخص صدق ربنا يسوع متعمد، ده كان رايح جهنم، ده كان رايح جهنم. تصوروا معايا مثلا بعد الشر، شفنا حادثة في السكة وحش قوي، وبعدين طلع واحد من العربية سليم تماما، كلنا هننبسط جدا. ليه؟ لانه الطبيعي انه يموت، او الطبيعي انه كان مثلا يحصل له حاجة وحش، انما في الاخر طالع سليم زي الفل، شيء مفرح. فتصور ان في شعوب كاملة كانت مرشحة لجهنم ودلوقتي بالكرازة بقت رايحة السماء، هنشوفهم في السماء. طبعا ده شيء مفرح جدا. فتلاحظ ان سفر الاعمال مهيص، لانه كل يوم الرب يضم للكنيسة الذين يخلصون.
خلاص كل نفس كل نفس عنيدا كان يهودي ولا أممي زمانهم يقبل ربنا يسوع ويدخل الإيمان ويتعمد ويبقى مسيحي، دي كانت شيء حاجة مفرحة. تاني حاجة في الكرازة عمل ربنا واضح جدا، فده مفرح. ليه؟ لما بطرس رايح لكرنيس مش على باله خالص يا عم اتحج، وعايل الهم هيقولوا عليا ايه ان دخلت عند بيت واحد وثني، واول ما ابتدى الوعظ سد نفسي يعني اخطيت يعني، قال لهم الكلمتين دول، قال لهم انتوا عارفين انه محرم على اي واحد زي يعمل اللي انا بعمله ده. طب يا اخي قول يعني الناس مضايفينك ومستنينك وبتاع، قال لهم انا بصراحة جاي وانا قلقان بس ربنا قال لي لازم. يعني تحس ان هو ما كانش له نفسي لا يوعظ ولا يعمد ولا اي حاجة. وبعدين على اخر القعدة الروح القدس حل عليهم من غير ما يمد ايده، فبقوا يقولوا له نقدر حد يمنع المعمودية؟ قال لهم ما اقدرش امنع المعمودية، ربنا عاوز يعمدهم خلاص نعمدهم. فهنا عمل ربنا ازاي؟ ربنا بيزق. طب انت هتقدر تمنع ربنا؟ لما بولس يجي مثلا في اعمال 16 يقول ايه، كنت عاوز اروح غلط يعني، الاقي الروح يقول لا، قلنا طب نطلع فوق يقول برضو لا، وبعدين بتاع مقدونيا يقول لنا اعبر الينا واعدنا، فيكتشف ان ربنا عمال يزقه على اوروبا كلها، ما كانش ناوي يروح اوروبا، هو كان اخره اسيا. نفس الصوره اللي هي في كان ده حلم بولس وقتها. سمع بعد كده وقال عاوز اروح روما، ما هو بقى لما لقى الحكايه مفتوحه استحلى الموضوع. لكن احساس الكارز انه مش بيشتغل لوحده، مفيش حاجه في الخدمه تحسس الناس بعمل ربنا زي الكراز. اكتر خدمه تحس فيها بيد ربنا واضحه، يعني طبعا احنا في خدمه الفقراء تحسها قوي، انما في الكرازه اكتر. ليه؟ لانك مستحيلات بتتحصل، معجزات بتحصل، عجائب بتحصل، تسهيلات ملهاش اي منطق بتحصل. ليه؟ لان ده شغل ربنا. فهنا دي واضحه قوي في سفر الاعمال، انك تحس انه ربنا اللي سايق المركب، وكل اصحاح فيه معجزه، وبتنمو الكنيسه بطريقه ربنا قاعد هو اللي بيحركها، لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا. ثالث حاجه مفرحه في موضوع الكرازه التلمذه، ان الناس مش مجرد بتبقى مسيحيين يعني يصدقوا يقولوا المسيح ابن الله فيتعمدوا، لا، الناس بيطلع منها تلاميذ حلوين، الناس بتنمو في الروح بسرعه، يعني بيبقى داخل من الوثنيه وماشي صاروخ عشان يبقى خادم مقدس، يبقى يهودي متعصب زي شاول الطرسوسي، وبعدين يبقى كارز عملاق، يبقى جماعه ما يعرفوش حاجه خالص، وبعد شويه تلاقيهم بيعلموا في الكنيسه ومستنيين جدا. ايه الحكايه؟ في تلمذه، فرح التلمذه. احنا لما عملنا فصلين ثلاثه عادات خدام كنا شايفين الفرح في عينين الناس، مبسوطين قوي ان هم اتعلموا حاجات بعد عمر طويل ما كانوش يعرفوها. طب بالكوا بقى باللي كانوا وثنيين ولا يهود واتنقلوا النقله الكبيره دي وبعدين بيكبروا بسرعه. ده التلميذ اللي بيخلص مدرسه وداخل جامعه بيبقى فرحان حاسس انه كبر. ففي الحياه الروحيه كده، التلمذه مبهجه. اذا فرح الكرازه في بعد خلاص النفوس، حاجه مفرحه قوي، عمل ربنا ايد ربنا واضحه مفرحه قوي، ان الواحد يعرف المزيد ويدخل للعمق ده شيء مفرح قوي. ثالث نوع من الفرح في سفر الاعمال فرح الاستجابه. احنا الاولاني قلنا عليه فرح الكلمه، الثاني فرح الكرازه، الثالث فرح الاستجابه. ربنا يسوع له المجد في سفر الاعمال، تحسه ان هو ايه ما صعدش لسه، او مش ما صعدش، فكره ها انا معكم كل الايام واضحه جدا في سفر الاعمال، يكلموه يرد على طول. ده واضحه قوي الاستجابه في سفر الاعمال، لانها كنيسه سخنه ممتلئه بالروح حاره، تحسوا انه ما بيلحقوش يصلوا، يعني دخلوا السجن هي نفس الليله الملاك جه فتح، طب استنى نصلي شويه. بولس وسيلا يقفوا في ليله يصلوا يتفتح السجن على طول، زلزال يحصل عشان يطلعوا. فين الاستجابه السريعه دي؟ ربنا بيستجيب بسرعه جدا. وبعدين يعقوب يقطعوا راسه، يقوم في نفس الاصحاح يعقوب يموت، هيرودس يموت اللي قطع راسه، ليه؟ استجابه سريعه جدا من السماء. يقول في اعمال 12 لما عرفت صوت بطرس، ده بطرس في اعمال 12 اتسجن على اعتبار هيموت، فالكنيسه سهرت اول ليله، اول ليله الكنيسه منزعجه جدا، يعقوب استشهد وتدور على بطرس، فمحدش نايم كله خايف، بطرس كمان هيموت بسرعه كده، طب وبعدين؟
ففي الليلة اللي سهروا جه الملاك فتح له بطرس وهم سهرين بيصلوا في بيت يعقوب. كان في شغالة بطيئة كده اسمها رودا بنت طيبة. بطرس خبط الباب فتحت قالت بطرس قفلت. قال لا انت بتصلي لبطرس ما مش فاهمة احنا بنصلي له جوه عشان السجن ازاي واقف على الباب. دخلت لهم بطرس على الباب قالوا لا معلش من كتر الصلاة يعني الواسع يعني. فضل بطرس يخبط ففتحوا لقوا بطرس فعلا لدرجة قالوا لها يمكن ملاكه من ما هم مش متوقعين الاستجابة السريعة دي احنا لسه بنصلي وربنا يصبر بس يتأجل الحكم ولا لا يتأجل الحكم احنا بتاع كده هيرودس اللي يموت مش بطرس. استجابة سريعة ومبهجة مفرحة ان بطرس يطلع بمعجزة يقول لك اربع ارابع من الحرس كلهم نايمين مش نايمين يعني مش شايفين واخد الملاك بطرس من باب لباب والاربعة واقفين كده مش شايفين حاجة والستاشر حارس قتلوا اعدموا. هيرودس اصلا كان مفتري ازاي بطرس يطلع من سجن زي كده لكن ما هو ده شغل ربنا. حتى في الوعظ كانوا وعظهم مفرح يعني وشهم منور وهم بيوعظوا بيكلموا عن حاجة حلوة. ففي اعمال اتنين وبطرس بيوعظ اول وعظة في سفر الاعمال بيقول كلام لداود يثبت فكرة قيامة الاموات والأخوة. فيقول ايه لانه قال عرفتني سبل الحياة ستملأني فرحا مع وجهك وقعد يقول المزمور بتاع داود وبيتكلم كلام مبهج ومفرح. فرح الاستجابة دي هو فرح الصلاة. سفر الاعمال كله صلاة كله صلاة من اول صفحة لاخر صفحة لا يخلو من صلاة وبحث عمل نحن ندور على الصلاة في سفر الاعمال ده بحث جميل. الصلاة دايما تجيب فرح. بتجيب الفرح ليه؟ اولا عن طريق الاستجابة. لما تستجيب صلواتكم الواحد بيفرح. ربنا سؤالها ببساطة قال اطلبوا اخذوا ليكون فرحكم كاملا. صلوا عشان لما نستجيب تنبسطوا. فربنا يحب كده نصلي ونطلب فيستجيب نقوم احنا نفرح. انما مش مجرد الصلاة والاستجابة بس هي اللي مفرحة. الصلاة تعمل حاجة تاني تحسسك ان ربنا قريب قوي. فحتى لو ما حصلتش الاستجابة سريعة جدا برضو مفرح. يعني يقول لك لما صلوا تزعزع المكان. ايه تزعزع المكان؟ يعني ربنا بيقول انا هنا. هو ما حصلش حاجة ساعتها يعني ايه هم كانوا بره السجن. لكن لما تزعزع المكان فرحانين قوي كأن ربنا بيخبط بيقول انا سامع يا اولاد انا معاكم محدش يقلق. وخرجوا بقى انطلقوا يكرزوا بعدها لانه احساسهم انه الصلاة ربنا بيقول انا معاكم انا واضح وصيكم. كمان الصلاة مبهجة لانها بتفتح العين يعني بتكشف للانسان خطة ربنا. فيبقى الواحد كل ما يصلي كل ما يفهم يتساق صح يمشي صح. عشان كده سفر الاعمال تحسوا انه سفر الروح القدس فعلا زي ما كانوا بيسموه الاباء زمان سفر اعمال الروح القدس. كانوش يسموه سفر اعمال الرسل ساعات يسموه سفر اعمال الروح القدس لان الروح القدس سايق سايق المركب هو اللي بيوزع الرسل وهو اللي بيوزع الاشغال كلها. هنا في استنارة يعني ايه يعني الناس دي عارفة هيحصل ايه لا بيعرفوا بالصلاة كل لما يصلوا ربنا يقول يمين وشمال بشكل صريح وواضح. يبقى الفرح في سفر الاعمال من مداخل الصلاة كتير دول شغالين صلاة والحكاية ماشية لوحدها يصلوا كتير والافراح تنهار اما فرح الاستجابة او فرح الحضور الالهي او فرح الاستنار. رابع نوع هو الفرح المرتبط بالروح القدس نفسه. احنا قلنا فرح الكلمة كلمة ربنا مبهجة فرح الكرازة ايمان الناس مبهج فرح الصلاة او الاستجابة باشكالها فرح الروح القدس. اكثر سفر تقريبا بيتقال في كلمة الروح القدس هو سفر الاعمال. يقول اما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. شوفوا التعبير ده يمتلئون من الفرح يعني احنا بنكاد نفهم يعني ايه واحد فرحان انما يعني ايه واحد ممتلئ من الفرح. يعني ازاي لقى قالها دي تتقري ازاي دي كانوا يمتلئون من الفرح يعني فرحانين قوي. ليه؟ عشان الروح القدس لان ثمر الروح محبة فرح وهم بيحبوا بعض وبيحبوا ربنا يبقى خلاص الحكاية كلها فرح.
فرح الروح القدس دايما مرتبط بالمحبة. جو الكنيسة الاولى مثالي قوي في حتة المحبة. تحسوا مخهم كبير كله. تحسوا ان هما بيحبوا بعض فعلا. من اول اصحاح يهوذا مات. طب نعمل ايه؟ نتفاهم. ما نجيب واحد مطرحه. طب يلا. طب نجيب مين؟ هاتوا اتنين من الكويسين من 70 رسول. طب نعمل قرعة. طب في اعمال اتنين يحل الروح القدس وهم مجتمعين بيصلوا. بطرس يقف يوعظ. ما حدش يغير يقول له استنى عليا انا الدور ولا. طب انا اقول حتة وانت حتة. ما فيش حاجة زي كده. مش في دماغهم. وبعدين فاعمال ثلاثة بطرس يوحنا اصحاب داخلين الهيكل يصلوا مع بعض. بطرس يعمل معجزة كبيرة. يوحنا واقف جنبه يتسجن ويتضربوا سوا. مبسوطين قوي ان هم سوا. فرحانين اصحاب. كل السفر حب. كل الناس بتحبوا بعض. برنابا بيحب الرسل والرسل بيحبوا بولس وبولس بيحب سيلا وكلها حبايب في بعض. جو المحبة يخلي الكنيسة فرحانة على طول. ما تحسوش ابدا ان في بقى ايه او لو مين الاول ومين الثاني ومين بيغير ومين الكلام بقى الصغير ده اللي يضيع الفرح. فاول علامات فرح الروح القدس انه مرتبط بالحب. طول ما الكنيسة مليانة حب طول ما هي فرحانة. كمان لان الروح القدس يحب الصلاة. فطول ما الكنيسة بتصلي كتير يبقى الروح القدس شغال. دايما اتصورها كده زي الشوريا. لما ندي الشماس الشوريا نقول له عمرها يا ابني احنا هنهوي كده نقعد نعمل كده ومفيش بخور طالع. ليه مفيش بخور طالع؟ الفحمة نشفت. الفحمة قفت. ايه اللي بيعمر الفحمة عندنا؟ الصلاة. ببساطة كده. الفحمة دي ربنا اللي جواك الروح القدس اللي فيك. ايه اللي يخليه يسخن ويطلع بخور حلو؟ لما تصلي كتير. فلان سفر الاعمال كله صلاة يبقى كله روح قدس يبقى كله فرح. كله جاي بعض. فاهمين ازاي؟ الصلاة الروح القدس الفرح كل ده حاجات مرتبطة ببعض طول الوقت. كمان فرح التعليم. يعني الروح القدس هو اساس التعليم. يعني في موقف في سفر الاعمال جميل قوي. لما بريسكيلا وبريسكيلا ده راجل ومراته وما لهمش في الوعظ خالص. قاعدين كده جه واحد مشهور بيوعظ حلو اسمه ابولوس. ابولوس قاعد يوعظ 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 وبعدين هو مستنينه يقول نتعمد بقى. فما قالش. فخدوه بعد كده قالوا له انت اتكلمت حلو قوي عن المسيح. مش المفروض الناس دي لما تؤمن بالمسيح تتعمد؟ قال لهم ما هم اغلبهم متعمدين معمودية يوحنا. قالوا له ايه معمودية يوحنا؟ مش هو دي معمودية العهد القديم دي؟ احنا بنتكلم عن معمودية العهد الجديد. قال لهم ما اعرفش. قالوا له لا استنى اما نقول لك. قعدوا افهموه انه لا معمودية يوحنا المعمدان دي مقدمة دي توبة دي مش سر. السر انه يتعمدوا باسم استيلوس الاقدس ياخدوا الروح القدس. سر حاوي بالفكر. وانا ما كنتش اعرف. فابتدى اعلم في كل حتة بقى بمعمودية العهد الجديد بمعمودية الروح القدس. هو فرح والكنيسة فرحت وبقى يعني التعليم مبهج. ليه؟ لان عرفت حاجة جديدة. عرفت اعلان جديد. فرح المحبة نركز عليه اكتر. احنا قلنا فرح الروح القدس عن طريق المحبة. انما عاوز اركز على فرح الحب بالذات. السفر ده كله حب لربنا والبعض. يعني كل الاعضاء بتوع الكنيسة الاولى حبوا ربنا جدا حبوا بعض قوي. ده ملخص حياتهم. مش مهم مين بيعمل ايه. يعني مراكز دي ما بيفكروش فيها. لكن كلهم اعضاء حبوا ربنا وحبوا بعض. فيقول مثلا في اعمال 21 لما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوة بفرح. كان بولس رجع بعد 20 سنة مثلا يزور اورشليم. فالاخوة اللي هم التلاميذ يعني المسيحيين يعني قبلوا بولس بفرحة جديدة قوي وغيبة طويلة. بيحبوا بعض. يقول في اعمال 2 كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة واذ هم يكسرون الخبز في البيت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. يعني هما بياكلوا مع بعض فرحانين. ودي تحسوها لما يكون الخدام بيحبوا بعض. تلاقيهم هما في قعدات الاغابي وهما بياكلوا بيشربوا الشاي تلاقيهم وشهم كله منور مبسوطين. ليه؟ عشان بيحبوا بعض. شجعوا نظيف. ما فيهوش بقى القيل والقال، ما فيهوش النميمه والادانه، ما فيهوش الزعل والقفش، ما فيهوش الغيره والحركات دي، ما فيهوش سوء الظن، الحاجات اللي ايه؟ شك المحبه دي. لا بيحبوا بعض بجد. يقول صار الجميع مسرورين في اعمال 27، ده هو كان في البحر وكان بيغرق انما هو عمال يشاع حب بولس الرسول، انت كنت هتغرق. فقال لهم يا جماعه اطمنوا انا جالي ملاك ربنا وقال لي مش هتغرق. قالوا صحيح؟
هل قضى لكم اسبوعين ما بتاكلوش عدل، يلا خلص الاكل اللي في المركب هنوصل بالسلام. طبعا ده يعني ده جنون يعني، ما ممكن نقعد اسبوعين تاني في البحر مش هنلاقي حاجه ناكل. قال لهم لا لا خلاص، الملاك قال النهارده هنوصل يلا ناكل. صدقوا بولس الرسول وقعدوا ياكلوا، ففرحوا جدا، فرحوا قوي بالخبر السار انه هيوصلوا، وكلهم صدقوا بولس. وبقى بولس بيقول لهم لا خلاص هنوصل، ملاك قال كده. المحبه دي اصلها تخلي ربنا مالك الكنيسه، واضح في الكنيسه يعني، الكنيسه اللي فيها حب ربنا يتشاف، ربنا واضح. لما يدخل شخص من العالم ويقرب من مجتمع مسيحي صحيح نقي ينبهر، يقول فيكوا حاجه، فيكوا ربنا. ليه؟ الحب ده مش موجود في الدنيا، النقاوه دي النظافه دي مش في الدنيا، المحبه اللي كل واحد يقدم اخوه على نفسه دي مش موجوده عند الناس برضه. انتوا فيكوا ربنا فعلا. فالكنيسه لانها بتحب بعض وكانت فقيره وكانت مجربه وكانت مضطهده فيها حب، فربنا واضح. فالواحد يدخل الكنيسه يحس بالدفء، يحس بحضور ربنا. المحبه للاخر يعني ايه؟ ايا كان الشخص الاخر بحبه. الشخص الاخر ده يوناني، بربري، يهودي، بيفهم، ما بيفهمش، احنا بنحب الكل. بنحب الكل. وتلاقي المعجزات في سفر الاعمال بتتعمل مع كل عينات البشر، اليهودي واليوناني والمثقف والجاهل والفقير والغني، عمدة الجزيرة اللي وقعوا عليها بابليوس ده قول الشفاء. قبلها بشوية راجل أعرج من بطن أمه بول الشفاء. قبلها بشويتين بطرس يوحنا شافوا الأعرج بتاع اليهود. المعجزات طبيصة تموت يستدعوه يقولوا تعالى صلي الخارجة، يقول لي خارجة طيب ما تقوم أحسن، فبدل الخارجة يقومها من الموت. أفتيخس في بلد تانية. حب لأي حد ولأي شخص، ما فيش حساب في الحتة دي. ليه؟ ما هو الغني حب يعني هيستخسر في الناس ليه؟ هو غني حب، هيدي حب لأي شخص يقابله. بولس حب الناس اللي كانوا معاه في المركب. الناس اللي معاه في المركب دول فئتين، يا عساكر يا مساجين، الاثنين قالوا من بعض في الزمن ده، عساكر رومان ومساجين رايحين روما يتحكموا زيه، فطبعا الجو مش حلو يعني. انما بولس قضى معاهم بتاع 3-4 اسابيع في المركب، بقى بيموت فيهم. فالملاك عشان عارف ان بولس هيزعل قال له بص ربنا فاهم، بيقول لك عداك كل النفوس عشان مش هنقدر على زعلك، كل النفوس اللي معاك في المركب مش هيحصل لها حاجه. لان هو لو قال له اصل قال له المركب هتتكسر وهتغرق بس انت هتوصل. فبولس فضل مستني، قال له والنفوس كلها، عشان لو هيقول له في ناس هتموت بولس هيبتدي يفاصل ويقول له لا، لان دول عشره شهر اهو. فقال له لا خلاص عشان خاطر عينيك محدش فيهم هيموت، لا مسجون ولا سجان. وكل اللي زياده عن 300 واحد دول نجوا بسبب وجود بولس وصيهم. ليه؟ لانه بقى يحبهم، فبيحبهم بيشفع فيهم بيصلي. فما ينفعش المركب تغرق والناس تموت، المركب تغرق بس ما حدش يموت. يدخل الجزيرة يعمل حركة غريبة جدا. بولس ده بولس كان عجوز ساعتها، يعني اقصد ما هوش شاب صغير وعايم في المية والدنيا ساعة وبقالهم اسبوعين ما بياكلوش ومجهد جدا. انما بحركة حب تلقائي على طول، الناس مترمية على الشاطئ من التعب والعوم، قام هو يقش خشب عشان يولع نار ويدفي الناس. يعني مفيش غيرك، انت اللي انقذتهم كلهم، انت اشهر واحد مش في المركب في العالم دلوقتي. ده قائد المئة بيعمل لك 100 حساب، ده انت بتمشي كلامك عليه. بس هو ما بيفكرش كده، الناس تعبانه وبردانه، يقوم يجيب الخشب ويشتغل بايديه على طول، وبعدين يجي تعبان يعطله ويعمله كده في النار ويكمل شغل. احنا فاضيين لتعبين. انما محبه صادقه، محبه حقيقيه، مش بتاع معجزات وقعد، لا ده بيحبهم بجد، نولع نار خلي الناس تدفى. وبعدين يجي يقولوا له في راجل صاحب عمدة الجزيرة بيموت، لا يموت ليه؟ راح مشوار يصلي له، خف طبعا بقى، جات الخير كله على حس العمدة ده انه خف بسبب بولس الرسول. فبقوا المساكين دول بهوات، دول اصحاب بولس، هو مش زعلان، دول اصحاب بولس.
ما احنا كلهم ابو زمل يعني. المحبة هي سر الحياة المسيحية، فتحسوا ان السفر حي لانه في حب بجد، ناس كلها بتحب بعض، وكل واحد يدخل الكنيسة يغرق في الحب ده، فتلاقيه مبسوط جدا ويدلق الحب اللي بعده، فتلاقي الحب عمال يدلدق على العالم كله كده، طلع من قلب المسيح بالروح القدس وعمال يغرق الدنيا كلها حب الكنيسة. فالكنيسة الصغيرة اللي قد كده دي عمالة تعدي العالم كله، تعلم العالم كله حب. اخر نوع من الفرح في الكنيسة الاولى فرح الالم، يعني قلنا فرح الكلمة، الكلمة مبهجة، فرح الكرازة، ايمان الناس ده مبهج، فرح الصلاة والاستجابة كل ما نقول يا رب نلاقيه قصادنا، فرح الروح القدس بكل مواهبه وعطاياه مدي فرحة وتعزية لكل النفوس، فرح الحب بالذات كل الناس بتحب بعض فده شيء مفرح، انما حتى الضيقات والالام مفرح. يعني وجود الالام الشديد قوي اللي في سفر الاعمال مش مضيع الفرح خالص، بالعكس مغذي الفرح. فاعمال 5 يقول اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسم. اول مره ال 12 اتضربوا مره واحده وعلقه سخنه، جلدوا جلد يعني، طلعوا منورين فرحانين جدا ولكنهم واكلين اكل حلو، فخرجوا فرحين من امام المجمع، وبقى كل اللي يسالهم عاوزين بقى ايه يعني يطيبوا خاطرهم، يلاقوهم ما ينفعش يطيبوا خاطرهم، ده هم مبسوطين، فمش هيصبروهم على ايه، ده هم مبسوطين قوي. اجاب بولس اعمال 24 كان بيتحكم، كان بيتحكم وبقاله في السجن زياده عن سنه ومش عارف اخرها توصل لايه، وعارف اليهود بيتامروا عشان يخلصوا منه باي طريقه، ده لازم يكون قلقان جدا او خايف او منزعج. اتاب بولس اليوم اليه الوالي ان يتكلم، اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيره قاض لهذه الامه احتج عما في امري باكثر سرور. ايه الروقان، واحد متهم بيقول انا مبسوط قوي ان انا هتكلم قصادك النهارده، ايه ده، ده حاجه مش طبيعيه، ده متهم ومحكوم عليه بالاعدام مسبقا والحكم في الدرج، وانما قال له انا مبسوط قوي باكثر سرور هتكلم النهارده، اصلها فرصه اوعظك عن المسيح واوعظ الموجودين. يبقى هو بيتحاكم ومسجون ومستني حكم اعدام انما مبسوط، مفيش حاجه فارقه معاه. الالم ليه بيبسط الناس دول؟ لان الالم بالنسبه لهم يساوي اكليل. الضيقة او الاضطهاد في الفكر المسيحي او في فكر الكنيسة الاولى ترجمة فورية هنا، تعب يعني اكليل، ضيقة يعني اكليل، اضطهاد يعني حاجة حلوة في السماء، فالترجمة الفورية دي مخليهم ما بيلحقوش يقولوا اي، يقولوا هي، يعني يبقوا مبسوطين لانه بدل دخلنا في ضيقة يبقى بقى فيها اكليل على طول، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم أجركم عظيم في السماء. تاني قيمة للألم إنه الألم بالنسبة لهم المعنى اللي بقى شرحه بولس بالتفصيل بعد كده، شركة آلام المسيح، شركة صليب المسيح. هو من زمان ربنا يسوع يقول لهم إيه، اللي عاوز يبقى تلميذ حلو يعمل إيه؟ ينكر ذاته ويشيل صليبه. هم قعدوا يفكروا المسيح اتصلب وشال صليبه لوحده وطلع السم، صليب ايه اللي هنشيله؟ اول ما اتضربوا قالوا اخيرا بقينا بنشيل الصليب، بقوا فرحانين قوي ليه؟ بقوا يشاركوا المسيح صليبه، المعنى العميق اللي قاله المسيح زمان وما كانوش حاسينه ولا فاهمينه، شاركة الام المسيح، بقينا بنتصلب معاه، بقينا تبعه، بقينا لازقين معاه بالمسمار في نفس الصليب، فده احساس مفرح، لانه زي ما واحد وصفه كده قال على المذبح المسيح مذبوح من اجل احبائه وتحت المذبح احبائه الذين ذبحوا لاجله. فمين؟ لانه كانت المذابح زمان تحتها لازم اجساد شهداء، في مصر بالذات كانت كده، اغلب المذابح القديمه يحطوا تحتها اجساد شهداء، ليه؟ عشان يبقى المذبح ده زي الصليب، فوق منه المسيح المذبوح وتحت منه المسيحيين المذبوحين، فيبقى الصليب صليب واحد للاثنين، شركة آلام المسيح. آخر معنى إن الألم تحول إلى شهوة.
بقوا يفرحوا بقوا يستنوها، ما بقتش يا ايام صعبة جاية، لا لا بقوا بيستنوها. زي بقى في حكايات الشهداء تسمعوا العجب، يقول واحد مثلا زي باسيليوس يقولوا له ايه هننفيك، فيبتسم يقول لهم هتودوني فين؟ في حتة هتودوني فيها ما فيهاش ربنا، فدال اي حتة فيها ربنا انا مبسوط انفوني. يقولوا طب هنعذبك، يقول لهم يبقى كتر خير، انا من زمان نفسي اخد اكليل للالام والعذاب. فيجي واحد يقول له هنموتك، يقول له ده انا مستنيها بقى، ليشتهى ان انطلق معكم مع المسيح. مغلبينهم مع حاجة تغيظ، نفي ما بيفرقش، عذاب ما بيفرقش، موت ما بيفرق، مش بس ما بيفرقش، ده كل ده بيعجبهم، كل ده بيعجبهم. يعني اللي ما يعجبهمش لما يطلعوهم براء في حاجة تحير. فهنا اصبح الالم شهوة، الالم بقى شهوة، بقت القديسين دول يفرحوا لما يتعبوا، يفرحوا لما يتسبوا. ده اللي يفسر لنا ليه لما بولس وسيلة سجنوا في فيليبي وقفوا يسبحوا، ليه؟ كأنهم مستنينها. يعني الناس اللي تسبح دي ناس حقيقة ومبسوطة وفرحانة، فلما اتضربوا جامد اتهموا في السجن الداخلي وقفوا يسبحوا طول الليل. ليه؟ بيشكروا ربنا على العطية الحلوة دي ان هو سابهم يتضربوا ويتسجنوا. عشان طبعا السجن ما استحملش بقى، استحملش الجو العظيم ده. اذا الالم في الكنيسة، الفرح في الكنيسة، الكنيسة الحقيقية دايما فرحان، الكنيسة فرحانة دايما. ولو الكنيسة مش فرحانة يبقى العيب فينا، لان الكنيسة الفقيرة بتاعت سفر الاعمال، المضطهدة بتاعت سفر الاعمال، المبتدئة بتاعت سفر الاعمال، كنيسة فرحانة قوي. فبالاولى النهاردة الكنيسة الغنية اللي شعبها كبير اللي عندها كتير مفروض تبقى فرحانة اكتر. الفرح بالكلمة، الفرح بالكرازة، الفرح بالاستجابة، الفرح بالروح القدس، الفرح بالحب، الفرح بالألم، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.